خليني اخد معنا على التليفون الدكتور مهندس احمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الاعلى للامن السيبراني. اهلا اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف بحضرتك وبالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام دكتور احمد. احنا كنت بتكلم لسه حالا دلوقتي مع الدكتور شريف حازم على الامن السيبراني في مصر ومدى تفوق هذا القطاع عندنا في مصر وضروره نقل هذه الخبرات، وحتى انا كنت بقول انه دي صناعه مش مجرد حاله تامينيه لمعلومات شديده الاهميه والحساسيه، لكنها ايضا صناعه قادرة على جلب مليارات الدولارات. أنا محق في هذا الكلام ولا أنه نحتاج المزيد من الشرح وأظننا نحتاج من الدكتور أحمد عبد الحافظ؟ لا طبعا حضرتك محق، هي صناعة ويمكن يعني هضيف على اللي قاله زميلي الدكتور شريف حازم، بهنيه على النجاحات اللي عاملها في البنك المركزي وجهد مشكور طبعا، وضيف لنا في مصر. لكن احنا وده ضمن المنظومه بتاعتنا المجلس الاعلى للامن السيبراني اللي بنشرف برئاسته وبمعالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، احنا في مصر في مجهودات كبيره معموله في مجال الامن السيبراني. يمكن قبل ما ابدا على مجهوداتنا انا عايز اقول لحضرتك حته في التعاون، احنا عندنا مركز التدريب اللي في الجهاز القومي للتنظيم للاتصالات الاي جي اتريك اللي هو معتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بنقوم بتدريب الدول الافريقيه الشقيقه، ويمكن حاليا في دوره قائمه لتدريب في مجال الامن السيبراني. لكن هي القصه مش قصه ان احنا يبقى لها مردود مادي او لا، لكن الهدف ان انت الامن السيبراني موضوع عبر القارات، وما ينفعش ان انا اقول انا مامن نفسي وجاري انا ما اعرفش هو بيعمل ايه وجاري مستواه في المستوى الامن السيبراني بالظبط. فاحنا من دورنا ده بنحاول نرفع كفاءه الدول المجاوره، الدول الافريقيه اللي هم العمق بتاعنا في افريقيا، والدول العربيه اللي محتاجه مساعده مننا ان احنا نرفع مستواها في مجال الامن السيبراني. احنا النهارده كان في المؤتمر، يمكن احنا ده اول مؤتمر للامن السيبراني ينعقد في مصر، وده تكليل للجهود وده تتويج لي ويوضح مدى اهتمام الدوله وقياده السياسه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجال الامن السيبراني. لكن حجم الحضور من الدول العربيه والاجنبيه كان يعني لما تقول ان دي النسخه الاولى من المؤتمر ويبقى حجم الحضور بهذا الشكل، ده يعكس مدى ثقه الدول الشقيقه والدول المجاوره بمستوى الامن السيبراني ومستوى الكفاءات اللي حضرتك قلت عقليه المواطن المصري لا تفوق الحدود. ويمكن احنا لنا سفر كتير او اولادنا موجودين في دول كتير حوالينا بيقوموا بمجهود مشكور برضو في مساعده هذه الدول، فاحنا موجودين بشكل قوي. فلما بنيجي نقول على مساعده الدول اللي حوالينا، لا احنا مش شرط يبقى لها مردود مادي، لكن هي هتكلم على قصه الصناعه بشكل تاني، اصبح ان انا ممكن بتطوير الادوات الامن السيبراني يبقى لها مردود مادي، لانها كلها تعتمد على كفاءة المهندس أو اللي بيشتغل في المجال. نقدر نطور تكنولوجيات جديدة وأدوات جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، ونقدر يبقى لها مردود مادي كبير جدا، وده شغالين عليه بقالنا فترة وفي بعض النجاحات تم تحقيقها بشكل كبير جدا. طيب دكتور، يمكن أنا هفكر مع حضرتك بصوت عالي. أنا مصر ليها موقع شديد التميز، معروف لينا كلنا في مصر وخارج البلاد إن إحنا بيمر بينا عندنا مجموعة من أهم الكابلات بتاعة الإنترنت، وده أظنه معروف. أنا مثلا شفت إنه أصبح في جزء مهم جدا من هذه الصناعة متعلق بالداتا سنترز، تمام، والصين شغالة في قصة الداتا سنتر دي بقالها دلوقتي 4 سنين، حطوا تارجت 30 مليار دولار، حقق من هذا التارجت لحد دلوقتي 14 مليار في 4 سنين. أنا إيه اللي موقفني عن ده؟ يعني ليه ما عملش داتا سنترز عندي في مصر وأنا موقعي بالتأكيد أقوى وأهم وأوقع وأكثر حساسية وعندي النوهاو وعندي العقول؟ أنا واقف عند الحتة دي ليه؟ لا هو موضوع الداتا سنتر، لا احنا بدأنا فعلا في شركات كتيرة بدأت تاخد التصريح من او الرخصة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبناء مراكز البيانات العملاقة الهايبر سكيل داتا سنتر، فبدأنا فيها. يعني في اكثر من شركة حصلت على الترخيص، وفي حوالي 3 او 4 شركات مقدمين ورقهم.
يحصلوا على ترخيص زي ما حضرتك تفضلت، الميزه التنافسيه لموقع مصر ومرور عدد كبير من الكابلات البحريه يديك ميزه تنافسيه. هضيف على كده ان احنا مدى اهتمام الدوله بمستوى التامين، لان في الاخر اللي هيحط الداتا بتاعته عندك لازم يكون مطمن طبعا ان هي مؤمنه بشكل كافي. فده عامل تاني بدا يبقى عامل جذب ان احنا الدوله، واحنا يمكن طلعنا اطار تنظيمي لبراكج البيانات، وده ده اللي بيخلي الناس تحس ان احنا دوله قويه ودوله يعني بتعمل الشغل بشكل مظبوط، ان انت مش مجرد تعالى وافتح داتا سنتر، لا انا عندي جهه رقابيه ريجيليتور، جهه قوم بتنظيم الاتصالات، مطلع اطار تنظيمي للعمل في مجال الداتا سنتر، ومطلعنا اطار تنظيمي للفايف جي، واطار تنظيمي للتكنولوجيا الاي او تي. فبالتالي ده بيدي ثقه للمستثمر ان هو يبدا يستثمر في بس صناعه مراكز البيانات. بس يا دكتور اظن المستثمر بيحتاج حاجتين، بيحتاج الاطار التشريعي يعني القانون نفسه وده طبعاً صادر، بس بيحتاج كمان اللوائح التنفيذيه اللي هتشغل القانون ودي لسه. لا انا بتكلم مش على قوانين او تشريع، انا بتكلم على اطار تنظيمي ينظم عمليه البيزنس ما بين الشركه مقدم الخدمه ما بين المواطن وحق الدوله. ده اللي بيقوم بيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. لكن الجزء التشريعي حضرتك بتتكلم على اللائحه التنفيذيه لقانون 151 اللي هو قانون حمايه البيانات. مظبوط. ده خلاص يعني احنا كوزاره انتهينا من اعداد اللائحه وفي اطار ان هي واخده الاجراءات القانونيه بتاعتها عشان تصدر في القريب ان شاء الله يعني. ارجوكم يا دكتور احنا عايزين اللائحه التنفيذيه دي مراكز البيانات يعني. اصل هو هي الفكره بتبقى اعطاء الطمانه للمستثمر او صاحب الداتا اللي انا هخزنها عندي في الداتا سنترز بتاعتي انه انا عندي الاطار التشريعي زي الاطار التنظيمي زي اللائحه التنفيذيه. حصل كده انا اظن يعني من اول سنه هنبدا نشوف ارقام ملياريه بالدولار بتخش اظن، بس حضراتكم برضو ادرى مني بده. طبعا فوالنبي قلنا اللوائح التنفيذيه دي حبه. صناعه مراكز البيانات دي صناعه مربحه جدا، وده ويمكن معالي الوزير مهتم بيها جدا، يبقى في عندنا صناعه التعهيد ومراكز البيانات. وده فعلا بقول لحضرتك في بدا شركات كتيره تاخد الترخيص وبدات تبني مراكز بيانات، ويمكن كان في مؤتمر فيوتشر في داتا سنتر من كام يوم وتم الاعلان عن بعض مراكز البيانات في المؤتمر اللي انعقد الاسبوع اللي فات فقط يعني. فهي العمليه لا في بدات شركات كثيره وفي بدات ناس تبدا تستثمر في انشاء مراكز البيانات في مصر بشكل كبير جدا يعني. يا مسهل الاحوال اشكرك جدا يا دكتور. كل الشكر للدكتور مهندس احمد عبد الحافظ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الاعلى للامن السيبراني.